يستقبل اليوم ملعب الأولمبي الحمادي العقربي براديس مباراة ربع النهائي من كأس تونس بين فريق الترجي الرياضي التونسي وفريق النادي المنصرتي في قمة مباريات اليوم. لكي تشاهد معنا هذه المباراة ما عليك فضل الطلب بزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب هذه المباراة في تم الساعة 12:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 11:30 صباحا بتوقيت غينيت. وسوف تنقل تلك المباراة على قناة الكاست اتش دي وحيد الناقل الحصري للمباراة. تجدون البث المباشر للمباراة في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بالقناة ونضربكم موعد في موعد قادم.